وده يرجعني للأستاذ محمد. سر عبقرية محمود رضا، والله بتكلم بجد، إيه اللي يخلي هذا الشاب الرائع الوسيم إنه يقرر إنه يقعد يجمع في التراث بتاع الفن الشعبي المصري ويبذل جهد مذهل ومخيف وبعدين يأسس الفرقة؟ والله الحكاية دي أنا سمعتها منه شخصياً الله يرحمه. احكيها لي. هو كان بيحب الرقص جداً، وكان راقص وكان لاعب جمباز، وكان بيعمل، كان تالنت كبير، بيعمل حاجات كتير جداً. وبعدين جت فرقة أرجنتينية تشتغل في مصر، فكان عملوا اوديشن عايزين حد يرقص مكان ولد لازم يسافر، ونجح ورقص معاهم، بس كان بيعمل فولكلور أرجنتيني. وبعدين سافر فرنسا معاهم يعمل برضو فولكلور أرجنتيني، فقالوا وانا بعمل ليه يعني فولكلور أرجنتيني ده؟ طب ما أعمل فولكلور بلدي. فرجع مصر وقرر انه يعمل ده. طبعا كانت الجروب بتاعه واصحابه في النادي مين؟ مدام فريدة طبعا، أستاذ علي أخوه طبعا، مدام نديدة الله يرحمها، أخت مدام فريدة دي زوجته الأولى. أيوة. فالكومبنيشن ده كله على بعضه طبعا بمساعدة والد مدام فريدة، بدأ يديهم كاميرا، بدأ يساعدهم، بدأ يلف في المحافظات. ومدام فريدة تدخل عند، كانت بتقول لي إنها تدخل عند السيدات لأن ممنوع هو يدخل، تكتب الأغاني زي العتبة جزاز والحاجات دي، جمعتها من محافظة الشرقية. راحوا سيوة طبعا، حتى في الكتاب بتاع مدام فريدة الصور بتاعت ملابس سيوة أطفال اللي لابسينها، لأن ما ينفعش يصوروا الستات. فبدأوا يجمعوا، مدام فريدة تجمع في اللبس، أستاذ محمود يجمع في الخطوات، أستاذ علي يفكر في الفكرة الإخراج هيبقى إزاي للفرقة، لغاية ما طلعت فكرة فرقة رضا.